بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم من جديد، ومعكم حسين كرم. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة السنة الجديدة وسنة 2019، طبعا ورجعنا لكم بمناسبة رأس السنة، موبايل جديد مميزات أجدد، وطبعا شركة الموبايل عاملة مسابقة مجانية على الموبايل ومعاها شروط. طبعا هنبدأ نشوف تفاصيل الموبايل على موقع البرايس، وعلى كده هنبقى نشوف المسابقة ايه. طبعا هنا طبعا هنبص على موبايل ومداج اف ون، هنيجي نبص هنا على امكانياته. طبعا الشركة اللي عاملاها ومداج، الكاميرا الخلفية 16 ميجا بكسل، وضع النطاق متعدد في 2 سيم كارد، خاصية عالي الوضوح، طبعا دي بتظهر لكم هنا، واللغة بتاعته فرنساوي ألماني روسي بولندي. نوع الكاميرا، في كاميرتين، كاميرا 2 خلفية وواحدة أمامية. وطبعا المساحة الداخلية طبعا حاجة فوق المعجزة بشوية، 128 جيجا بايت. طبعا تتخيل انت لما تيجي ان شاء الله لما تخش الاكسبت موبايل تمسك جهاز بالروم بتاعه 128 جيجا، طبعا حاجة معجزة. طبعا هنا مش محدد البطارية، لان البطارية بتاعته ده عاملة 5150 ملي امبير. طبعا هنرجع هنا تاني، هنا شاشة بالساعة اللمس، دقة الشعار 2340 في 1080. الاندرويد بتاعه طبعا اندرويد اصدار 2018، وطبعا جميع الالوان متاحة، وفي سيم كارد مزدوج، تعريف التسجيل بتاعه بيصور 1080 بي، وتلعب جوجل نعم. طبعا والرامة بتاعته 4 جيجا. طبعا هنسيب لكم الحاجات دي كلها في الديسكريبشن من تحت، هتبقى تطلع عليها انت براحتك. وهنا طبعا الموبايل عامل خصم بمناسبة رأس السنة، 179 او 180 دولار بدل من 200 دولار. طبعا هنا طبعا زي ما انتم شايفين الموبايل هنا عامل 219 دولار او 220. طبعا دي امكانيات الموبايل دي كلها بمزاياته كلها. هنا طبعا هنيجي نخش على المسابقة هنا، ومداج بقول لك 13624 تسجيل اعجاب، و6 ايام متفضلة على انك تبقى على المسابقة وتخلص. طبعا بيقدموا لك مسابقة للفوز بموبايل في الدول العربية كلها، ومداج اف ون زي ما انتم شايفين صورته. الموبايل بيتميز ببطارية 5150 ملي امبير، ومساحة داخلية 128، والاندرويد بتاعه 9 مش 8 كمان. انا طبعا شروط المسابقة انك تشترك في القناة من هنا، هتدوس عليها كده وتدوس اشترك، وبعد كده شاهد وشارك ومسل وعود تقديم الرسمية للفيديو من هنا، ونتابع ومثال صفحة الفيسبوك بتاعتهم تتابعها. هنا طبعا انك تشتري ولا كده، في الى السلة في البرايس، ونتابع على الانستجرام والتابع مع التويتر في الايميلين بتاعهم. وهنا طبعا هتعمل، بعد ما تعمل الشروط دي كلها هتيجي هنا هتدوس كوم ببناء نموذج الدخول. طبعا هنا بياخد منك شوية بيانات ليك. هنا طبعا بيقولك هل انت مستعد انك تشتري موبايل ومداج اف وان اذا كان سعره 200 دولار؟ طبعا تختار نعم او لا، او ممكن تقول له اريد ان افكر. انا طبعا ممكن اقول له نعم، ولا ممكن نختار طبعا مش حد يشتري موبايل ب200 دولار. عروض طبعا هنختار اريد ان افكر. بقول لك ما هي مميزات المفضله لديك للموبايل،
لا طبعا هتشوف احسن ميزه انت في ليك في موبايل عجبتك فيها. طبعا احسن ميزه عجبتني في الموبايل ان الموبايل بيتميز 128 جيجا مساحه داخليه. انا لون بتحبه طبعا بها، ممكن نختار الاسود الشك. لا طبعا تحب انك تشتري موبايلات من على النت، او تحب انك تشتري اشياء من على الموبايل، ولا هل تحب شراء اشياء عبر الانترنت؟ ممكن تقول له نعم. وطبعا ما هو التسويق المفضل لديك؟ ممكن تختار سوق امازون اللي يعجبك. انا طبعا بفضل التعامل مع البريس. انا طبعا يقول لك ما اكبر عقبة واجهتك في التسوق عبر الانترنت، وبعد كده يقول لك اقتراحك لشركة سوق .com. وطبعا هتدوس سند، او طبعا حسب ما عندك البلد اللي انت موجود فيها هتدوس ارسال. وانا طبعا هتبدأ تملى البيانات وتبعتهم له، وهتدوس اكمل. وبعد كده هتسيب اخر حاجة خالص اسمك بالكامل والبريد الالكتروني، وبعد كده تقول ابلغ دي مسابقة ويم داش تانية لو في مسابقة عاملينها هتدوسها، وبعد كده هتدوس حفظ. طبعا كل الحاجات ديت، وبعد كده بعد ما بيختار اللي هيكسب المسابقة هيبقى بعتلك على الايميل اللي انت سبته تحت خالص. وطبعا ده كان اعلان لشركة ويم داش اف وان على الموبايل الجديد اللي متميز ب 128 جيجا مساحة داخلية. متنساش انك تشتري موبايل او تخش بص على مميزات الموبايل، حتى طبعا لو كنت مش هتشتريه بس اسمك ان انت اتفرجت وتشتري في المسابقة من باب الاحتياط حتى لو كسبت. متنساش تعمل لايك لو عجبك الفيديو بمناسبة رأس السنة، كل سنة وانتم طيبين، وتعمل اشتراك في القناة وتدعمني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.